بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الضرب تحت الحزام وإلى الشامتين كما قال عماد النحاس أو الكابتن عماد النحاس، ده تمامكم إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة وحلقة الخميس وكشف الكثير من محاولات الضرب تحت الحزام زي ما قال المهندس عدلي، لكن أعتقد مع مضي الوقت ومع تكشف خيوط هذه الألعاب بدأت تتضح الكثير من الحقائق، كما بدأت تظهر أيضا الكثير من ملامح التفاؤل حول مستقبل الأهلي القريب والبعيد يا باشمهندس. بص يا أستاذ إبراهيم، لما كنا بنقول جمهوره ده حماه والأهلي ملوش اللي جماهيره، كنا عارفين بنقول إيه. أيوه. وكنا متوقعين هذه الهجمة الشرسة مع أول وعكة أو أول كبوة، ونعلم من من الداخل ومن من الخارج. ولذلك علينا جميعا أن نصطف محب النادي الأهلي ومشجعيه الحقيقيين وولادنا. أي. ولادنا اللي هم أملنا دلوقتي وأمل النادي الأهلي. مش وقته، حتى اللي زعلان من حد واللي واخد أعلى خطره من حد، وأنا أول واحد مش زعلان من حد ومش هرد على حد، وكل اللي يحصل ويتقال ما احناش فاضيين. لا نملك طرف الغضب، لا نملك طرف الزعل، نملك فقط العمل، والعمل كل واحد فينا وأولنا إعلامنا وجماهيرنا. هو ده الوقت اللي الأهلي محتاجنا فيه جميعا، فلننسى أنفسنا ولنضع الأهلي فوق الجميع قولا وفعلا وعملا. جمهور ده حماه.